إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذه المعلومات المفيدة اللي خذيناها اليوم في برنامج شاي الضحى. ضيفتنا اليوم حبها للعمل القانوني أوصلها لتكون أول عربية تشارك في برنامج الزائرين الدوليين اللي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2014 ومثلت الكويت في البرنامج القضائي الأمريكي، وشعرت وقتها بأنها لابد من تعزيز دور المرأة الكويتية وتمكينها من تولي المناصب القيادية والقضائية. نرحب ضيفتنا اليوم المتميزة الأستاذة المحامية أبرار عبد اللطيف صالح. صباح الخير ويعطيك الف عافيه استاذه. حياك الله معنا في شاي الضحى، منورتنا استاذه ابرار. الله يحييك. في البدايه بدنا نتكلم عن اختيارك للمشاركه في برنامج القضاء الامريكي، شلون تم اختيارك؟ والله اختياري كان مفاجاه اول شيء بالنسبه لي انا. يعني اتصال شفته من السفاره الامريكيه، يعني لما طلعت الرقم اطالع من ذاك علي من السفاره، ما انا مو مقدمه لا تاشيره ولا اعرف احد هناك، فتفاجات. فكلموني قالوا لي احنا نحتاج سي فيك لان احنا عندنا برامج سنويه تسويها الخارجيه الامريكيه، يختارون كل ناس يشوفون انهم مميزين في مجال معين ويحاولون انهم يعني يعطونهم البرامج هذه الثقافيه اللي فيها نوع من تبادل الخبرات بين دولهم وبين الولايات المتحده الامريكيه. ارسلت لهم السي في وصراحه كنت شوي احاتي، وقتها كنت حامل. اي فمن 2012 خذت لها الموافقه، وعلى ما يعني خلاص ان رسل الامر علي في 2013 تقريبا، الا الحمد لله انا والده وبنتي عمرها 6 شهور. فكانت بصراحه هي المفاجاه وايد حلوه، وتفاجات باني كنت العربيه الوحيده في سنة 2014 حق هذا البرنامج. ما شاء الله، يعني هذا بروحه بحد ذاته إنجاز كبير بالنسبة حق الدول العربية ودولة الكويت تحديدا. طيب أستاذة أبرار، يعني عرفي عن مع السادة المشاهدين، ودنا نعرف شنو هذا البرنامج اللي تم استدعائك له. هو برنامج الزائرين الدوليين، يعتبر اللي هو الانفلب International Visitor Leadership Program. هو هذا البرنامج يختارون فيه مثلا ممكن من مجالات يعني كثيرة. يعني ممكن مثلا ناس يشوفونهم بارزين إعلاميا، ناس في مجال مثلا القانوني، ناس مثلا اقتصاديين أو رواد أعمال أو في أعمال تطوعية أو إنسانية. فيكون سنويا هذا البرنامج يختارون مو أقل من 26 دولة، كل ناس في المجال اللي هم مميزين فيه. طبعا هنا كان بالنسبة لي أنا كمجالي كان البرنامج القضائي الأمريكي، يعني كان هناك يعني أمر مختلف جدا. نظامهم القضائي معقد، احنا تعودنا ان احنا ندرس القانون يعني بالقوانين الفرنسية. نعم. فتفاجأنا بأن هناك الأمر مختلف عندهم، كونهم هم عندهم النظام الفدرالي وتعيين القضاة الفدراليين. نعم. ويتعينون من قبل الرئيس الأمريكي غير قوانين الولايات. نعم. فهنا أيضا هذا نوع من الخبرة والثقافة لك كونك محامية يعني في هذا المجال، انك تتعرفين على هذه الأنواع من القوانين الدولية. هي وايد فادتنا، يعني خاصة أن انتقلنا بين أكثر من 6 ولايات تقريبا. نعم. كل ولاية كان لها قانون مميز يختلف عن الولاية الثانية على حسب طبيعتها وأعرافها واللي يناسب مجتمعها، لكن كان دائما الرابط المشترك بينهم كلهم اللي هو الدستور. نعم. وحلو أن تكون المرأة يعني لها مشاركة خاصة فيها، يعني أعتقد أن مشاركتك بين 18 دولة والمشاركة كانت يعني على مستوى عالمي، وكنت العربية الوحيدة والكويتية، إيش تعنيك هالمشاركة هذه وشنو اللي كان يعني لما شفتي وضعك هناك تحديدا؟ والله أنا صراحة تفاجأت لما وصلت هناك، توقعت أنه يعني راح ألاقي الأغلبية يكونون يعني مثلا من عمري في هذاك الوقت. أي تفاجأت أن أنا يمكن أقل وحدة يعني من بينهم بالعمر، أو حتى يعني نقول كخبرات أو غيره، كلهم كانوا قضاة. يعني أنا الوحيدة اللي كنت محامية بينهم. يعني كان دائما قدام عيني أحس بنوع من المسؤولية. وإحنا لما نقعد في دائما شغلنا لازم الاسم ومكتوب بالدولة، فكنت أحس أن بحمل أن هذه علي مسؤولية، أن أنا اليوم جاية قاعدة أمثل الكويت في برنامج مثل هذا ولازم أعكس صورة بلدي. لكن اللي كان يزعجني أن كنت لما دائما إحنا في أي مكان نروح لنعطي نبذة تعريفية حق القضاة اللي نقابلهم، حق المراكز الحقوقية. نعم. أي مكان كنا نزوره أو حق المدعين العامين كنا نعطيهم شوي نبذة عن بلدنا.
فكنت أنا دائما أتكلم عن الكويت أنها بلدة ديمقراطية، ورغم أن يعني دول الجوار شوي يعني ما هي مستقرة، ولكن إحنا لنا وضع مميز. فكانوا يسألوني شلون وضع المرأة القاضية عندكم، فهني أنا كنت أزعل أنه يعني رغم كل شيء إلا أن عندنا المرأة أقولهم للأسف ما وصلت إلى منصب القضاء. لدرجة أن من بين كانت الدول، في دول أفريقية إحنا نعتقد بأنها دول متأخرة، يعني تفاجأت بأن المرأة هناك عندها دعم كبير وتتولى القضاء، ويعني ماخذة وضعها بكل أريحية يعني. لكن المرأة الكويتية قادرة يعني ما شاء الله تثبت نفسها في مجالات أخرى، يعني قاعد نلاحظ في مجالات كثيرة المرأة الكويتية قاعدة تتفوق فيها وبجدارة. إذا نبي نرجع لهدف البرنامج ومدته، إيش كثر كانت المدة؟ تقريبا هو مدته كانت شهر، لكن كانت كأنها عن سنتين. ما شاء الله. لأن كان البرنامج مكثف وايد، وتقريبا كنا نقعد من الساعة 6:30 الصبح نطلع عشان نخلص مو أقل من 7-8 بالليل. فبهذاك الوقت كان بعد يصير علينا شوية لود زيادة، لأن إحنا هني دارسين يعني في اللغة العربية، فما عندنا المصطلحات القانونية الإنجليزية. هذا ترى على فكرة أول شيء طرف بالي، يعني قلت يعني أحياناً الإنسان دراسته شوية والمصطلحات اللي يأخذها تكون وايد مختلفة، يعني حتى ما يقدر يوصل حق المعنى بالضبط. أنت شلون كان وضعك هناك مع هالشيء؟ أنا بصراحة جازفت فيها، يعني أنا أول الأشياء اللي خفت منها عائق اللغة. لكن في أمريكا دائما يقولون يعني يتساهلون في اللغة، يعني لغتهم سهلة وبالعكس يعني يشجعونك، لكن هي كمصطلحات قانونية بحتة احنا هني مو متعودين عليها ولا نشتغل فيها يعني. فلازم الواحد يكون عنده لغة متخصصة. فأنا كنت أبذل مجهود زيادة عن غيري، لأني لما أرجع محتاجة أني أرتاح وأنام، لكن كنت أدرس، فكنت أخذ الكتب اللي يعطونا إياها ومذكرات على أساس أن برنامج باكر شنو يكون، فكان جوجل ما يقصر يعني، فكان شوية يساعدني في الترجمة. فمع التكرار على مدى شهر كامل لقيت نفسي أن أنا حافظة مصطلحات وايد ما كنت متوقع أنه ممكن عقلي يستوعبها في مدة قصيرة. تحدي كبير بينك وبين نفسك على فكرة، أنا أحس أنك تبين تحدين هالمدة الزمنية والوقت واللي ساعدني شهر يعني كامل ماكو حد أكلم عربي. حلو، يعني خذيتي خبرة كبيرة من خلال هذا البرنامج. كان مو بس عفوا يعرفنا على القضاء الأمريكي، بس إحنا كنا من مختلف الدول، في كل دولة لها نظامها القانوني والقضائي الخاص فيها، فإحنا كنا يعني نثري بعض في المعلومات كنوع من أن التبادل الثقافي إحنا بيننا وبين بعض يعني. نعم، أيضا كانت لتش مشاركة في برنامج ثاني في جورجيا، كلمينا عن هذا البرنامج. هذه أذكرها أكثر لأنها أقرب يعني، كانت من فترة قصيرة. بس قبل شوي قلتي بأن المرأة الكويتية ودائما ولها نشاطات وكذي، في هذاك الوقت لما أنا رحت في 2014 كان الإعلام شوي مو مركز علينا وايد، يعني أي امرأة كويتية تسوي إنجازات برا ما تلاقين إنه يعني يدوب إنه يمر شيء بشكل سريع، ممكن كان في جريدة أو شيء كذي. بس كنا دائما نبي نعكس مدى أهمية دور المرأة الكويتية في كل المجالات، فيمكن كان في إصرار من أن تكون المرأة الشابة متواجدة. فكنا نحاول أن إحنا نجتهد وما نتحبط من أن الإعلام شوية بعيد عنا أو أن متجاهلنا في هذا الناحية. إحنا قراب منكم دائما، وهذا كان هدف وزارة الإعلام من تواجدنا في هذا البرنامج، لتسليط الضوء على قضايا المرأة وإنجازات المرأة الكويتية. شوفي أنا بصراحة الإعلام وايد أعطاني حقي وأكثر من حقي، ولكن حبيبتي لكن يمكن كتجربة خاصة في البرنامج القضائي الأمريكي، يمكن أول برنامج أنا أتكلم معه عن هذه التجارب الشخصية الخاصة. وإحنا يشرفنا أستاذة أبرار يعني تكوني كأول سيدة كويتية تمثل الكويت في المحام في الدولية، وهذا الشيء يضيف لنا أيضا كسيدات في الكويت. الشيء اللي أنا يعني أفكر فيه وايد لما أشوف امرأة طموحة منجزة بحياتها قاعد تكافح عشان توصل حق الشيء اللي تبي، وأفكر في أيضا استقرارها وبيتها عائلتها وأسرتها. يعني أحيانا بعض المرات السيدات ما يقدرون يوفقون بين الأثنين، بين الشغف وحبها لعملها وبين بيتها، وانتي امرأة طموحة ومثقفة ما شاء الله عليك، فأكيد قادرة. كلمينا عن هالموضوع. والله شوفي هو لازم يكون عندك توازنات وايد، في أشياء هي تكون من صلب شخصيتك، وفي أشياء تكون هي يعني
متصلة في اختياراتك والنصيب وعوامل ثانية يعني. نعم. يعني أنا بالنسبة لي كانت سواء لما رحت البرنامج القضائي الأمريكي أو مدرسة الحملات الانتخابية، كان أول شيء الدافع عندي أنه أنا وايد من أول تجربة لما رحتها في أمريكا بالذات حسيت هني عطتني شعور مختلف، أول مرة أحس أني أنا أمثل المرأة الكويتية. فطبعا هذا الشعور الوطني يعطيك مرات دافع أنه بعد أبي أحقق أكثر حق ديرتي، وأبي يصير هذا الشيء عليه سبوت لايت، أبي البنات الصغار الجيل اللي جاي، لأنه طالبات الجامعة خاصة كلية الحقوق ما تتخيلون لأي درجة يتواصلون معي، فإن هذا الشيء يعني خلاني أحس بنوع من المسؤولية. إن لما يقولون إحنا حابين أن نصير مثلك، حابين أن نسوي كذي، فهذه وقحة وايد كبير. الشيء الثاني، أنا عندي الطريقة اللي تربيت فيها في يعني عند أهلي، والدتي والدي الله يطول بعمرهم، هم وايد كانوا يعني ينمون فيني أن أنت تصيرين مميزة وتتابرين على الشيء اللي أنت تبينه. لدرجة أن أنا كنت دارسة تخصص ثاني غير القانون، وتركته بعد 3 سنوات لأني ماني مقتنعة فيه، وعدت من الأول ودرست القانون. فيعني كنت أني دائما مثابرة، والحمد لله رب العالمين أن الله رزقني في زوجه، هو زوجي محامي وشريك في المجموعة القانونية. حلو، يعني في نفس المجال تتعاونون، فهو نعم. متفهم طبيعة شغلي، وبنفس الوقت هو يعني دائما يشوف بان انت لما تحققين انجاز او انك تنجحين في شيء، هذا نجاح حق عيالنا بعد. فكان دائما يعني يقول روحي، يعني لدرجه ان مرات كان يقول لي شوفي انا حتى لو يوم اقول لك لا تروحين، ما لك شغل فيني، وروحي واصلي انك انت تنجحين، انت تبنين شخصيتك المستقله. نعم. وبالإضافة أنه قاعد أقولك في أشياء مرات هي تكون عوامل غير الشخصية، الظروف. صحيح. لكنك ما شاء الله يعني أثبتتي للمرأة الكويتية بأنها تقدر تتحدى كل الصعاب وبنفس الوقت توصل لحلمها وطموحها. يعطيك ألف عافية أستاذة أبرار. الله يعافيكم، استمتعنا جدا معك، مشكورين وايد على هالاستضافة. أسعدتني أني قاعدة أشوف التلفزيون الرسمي حق دولتي الحبيبة يركز الضوء علي وعلى غيري من كل كويتية، يعني امرأة كويتية حققت أهداف ترفع اسم الكويت برا. شكرا لك استاذه برانا، نورتينا في شاي الضحى. ننتقل معاكم مع فقرتنا الاسبوعيه وبرامج وزاره الاعلام. تحرص دائما وزاره الاعلام ان تقدم باقه مميزه من البرامج في التلفزيون والاذاعه. اليوم راح نتكلم، او كاميرتنا راحت لكواليس برنامج اذاعي مميز، برنامج سالفتنا اللي تقدمه زميلتنا الاعلاميه امانه البلوشي. تفاصيل كثير راح تتابعونها من خلال هذه الفقره.